حقيقة قبل لا نأكد دور العشائر، خل نرجع شوية للتاريخ العراقي. يعني بناء الدولة العراقية كان من 21 على أعقاب ثورة 20، كانت بفتوى من المرجعية ومساندة من العشائر. تفضل. نعم، تحققت الحياة البرلمانية بالعهد الملكي إلى 16 دورة نيابية، كانت مشاركة فيها واضحة لأبناء العشائر، لشيوخ العشائر. زين. فهذا الدور اللي تحقق سابقا، باعتبار كما أشار فضيلة الشيخ أنه العراق الآن وضعه عشائري، ولا يمكن إلغاء دور العشيرة باعتبارها تمثل من 70 إلى 80% من كيان المجتمع العراقي، خصوصا إذا ما حسبنا يعني طلعنا بغداد كمدينة يعني، والباقي كل المحافظات عشائرية. هذا بالنسبة شيء مسلم إليه ويجب أنه نعترف به. أما المشاركة فشنه اللي يمنع ابن العشيرة إذا كان أكاديمي، ويعني شيخ العشيرة شنه اللي يمنع إذا كان أكاديمي وتطبق عليه مواصفات المرشح أن يكون مرشح وممثل إلى ناسه. زين. فبالتالي هنا هذا يدخل بالمنافسة الشريفة. أما الشق الثاني من السؤال، الطارئ على المشيخة، حقيقة الطارئ على المشيخة هذا صار عبء كبير على كل العشائر وعلى المجتمع، يعني خصوصا بعد 2003. دعاة المشيخة أكثر بكثير من الشيوخ الأصلاء، يعني الشيوخ القديمين الوارثين المشيخة أبا عن جد. من هو المسؤول عن هذه الظاهرة؟ الآن في هذا الظرف لا يمكن، يعني بالضبط لا يمكن أنه تحدد مشيخة وتقول هذا شيخ وهذا مو شيخ. الأحزاب عندها كوادر، ومنظمات المجتمع المدني أيضا عندها كوادر، فهنا هناك الكثير من يسعى إلى هذا المسعى. خليني انتقل. فبالنتيجة مسألة الشيخ، نعم راح، بس خليني أوضح لك مسألة الشيخ من عدم ال مس من من عدم أنه هذا أصلي وهذا مو أصلي، هو بالنتيجة صوت انتخابي. فمن خلال قنواتكم الكريمة إحنا ندعو هذا الصوت الانتخابي أن يعطى إلى شخص يستحقه، سواء من أبناء عمومتك أو من غير عشيرة. فيجب أن تأثر على نفسك يا ابن العشيرة للعراق، لأنه جربنا العملية الانتخابية من 2003 أكثر من 5 مرات، وبالنتيجة أفرزت هذا الواقع العراقي حاليا. فهذا الواقع يراد لتغيير، يراد لإنسان يأثر على نفسه. أنا أنتخب ابن العشيرة إذا كان فيه مؤهلات، جيد. أما إذا كان ما بمؤهلات، هو ضروري أشوف ابن عشيرة ثانية أو أشوف أكاديمي آخر.